بقى جديده من نوعها ونعم. ايه ايه باب باب باب. ايوه ايوه انا عارف انا الباب لا لسه. انا جاي مهبب اصلا يعني. انا اللي عامل كده، انا مهبب نفسي يعني لاني بامن نفسي. كل شويه بسمع المكان بيولع، قلت اهبب نفسي واستعد يعني. الله. ليه تتهبب غصب عنك؟ ما دام تقدر تتهبب بمزاجك استرجل وتهبب. الواحد من وهو صغير ومن ايام ما كنا بنتفرج على الاقزام السبعه كان نفسنا نعيش في حديقه كبيره، لكن للاسف كبرنا ولقينا نفسنا عايشين في حريقه كبيره. لا ودلوقتي في نوعين من الحرائق، حرائق بنشوفها وبتحرق اعصابنا، ودي زي اللي شفناها في نادي الشرطه واتحاد الكوره والمجمع العلمي الخ الخ الخ، وفي حرائق بنحسها وبتحرقنا زي الاسعار المولعه نار. بلاش لما تقابل مواطن بسيط كده في الشارع وتساله اخبار العيشه ايه، يقوم باصص لك بقرف كده ويقول لك العيشه هباب. بلاش لما تيجي تكلم حد في السياسه وكلامك بقى ما يعجبوش تلاقيه هيولع فيك عايز يهريك كده. ده غير طبعا ان الشعب بعد كل خطاب من خطابات الرئيس بتلاقيه شايط. حرايق بتحسها دي ولا انا بتبلع الحكومه؟ ده احنا الدول المجاوره بتشتكي من ريحه الشياط اللي طالعه من عندنا. المصري من كتر الحرايق اللي عايش فيها بينام ويصحى اول ما يقرا الاخبار يفتكر انه مات وانه بيتحاسب ودخل النار. كل ده كوم، والحكومه بتاعتنا اللي بتعمله فينا كوم تاني. انا متاكد تمام التاكد ان الحكومه بتاعتنا بتلعب بالنار. عارفين ليه؟ لان طول عمرنا بنعرف ان اللي بيلعب بالنار بيعمل بيبي وهو نايم. هما بقى بيعملوا علينا بيبي وهم نايمين وهم صاحيين، عندهم قرارات لا اراديه. البلد بقت عامله زي السحابه السوداء، وسيبك بقى من اللي يقول لك ان السحابه السوداء ديت عشان اللي بيحرقوا الزباله وقش الرز السحابه دي نتيجة الزيت والسكر واللي قش الشعب. طول عمرنا نعرف ان الولد هو اللي بيقش. اول مرة اشوف واحد بيقش بالشايب الا اذا كان اللي بيلعب شاطر. انا حابب اوريكم شوية عينات من الشعب بعد كام شهر من حرقتنا، قصدي حكومتنا. شوفوا شوفوا اشكالهم بقت عامله ازاي. ناس محروقه على بلدها هنا، انت متشرفطه خالص يا عيني، محروقه على بلدها. طب لعلمكم اوسكار ده كان شعره ناعم شاط من كتر اللي حصل في بلدنا. بقى شوف شعره عامل ازاي. يا فين ايام النعوميه زمان بقى. يا رب يا رب اشوف حكومتنا محروقين على بلدهم. امين امين.